السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي النهاردة نطبق اللي احنا أخدناه في الفيديو اللي فات. هنبتدي نتكلم فيه بشكل سريع. لو مثلا أنا عندي عناصر، مثلا أنا عندي الشخص ده، ممكن حاجة من الاتنين، ممكن أنا أخد الصورة. طب حاجة نقلها مش هتتحرك زي ما أنت شايف، هيقول لك ما ينفعش. ليه؟ لأن بيبقى عليها قفل، لازم أشيل القفل ده الأول عشان أقدر إن أنا أحرك الصورة. بعد كده اروح اخدها كده، انا بحركها اهو، بنقلها عندي على طول، بعمل كنترول تي علشان اقدر اظبط الابعاد بتاعتها، باخدها من اولها كده وافضل اظبط المساحة لحد ما اعملها تمام. في ان انت لو اصدارك قديم هتضطر انت تتاكي شيفت علشان يبقى توازن، ولو اصدارك جديد هي معمولة لوحدها هتضطر تعمل شيفت علشان تمسك ضلع ضلع يتحركوا. لكن القديم كنت لازم تتكي شيفت علشان تحرك الكتلة كلها مع بعض تبقى مظبوطة تمام. طيب أنا دلوقتي جيت عايز أشيل كل اللي موجود ده، فهنتكلم اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت. لو استخدمنا الأداة دي علشان إن أنا أمسح، أول ما هعمل ديليت شايف الجزء ده هيتشال معايا، فأصبح التصميم بتاعي بشكل وحش، فملهوش حل غير إن أنا أستخدم الأداة التانية بتاعة السيلكت، بحيث إن أنا أداري ومش لازم أعملها كلها. يعني أنا بخش بس على الحتة اللي أنا هي عارف إن هي يعني هتسبب لي مشكلة أو هتسبب لي أزمة تمام، وابتدي إن أنا بعمل لها سيلكت كده أهو، بفصلها تماما عن الباك جراوند لما بيكونوا نفس اللون. انا كده اهو فصلتها واعمل ديليت خلاص. فباجي اروح مجرب استخدم الاداة بتاعتي اهو كده، انا ما دخلتش على الجسم ولا على لون الكم اللي هو الابيض نفس اللون. بعد كده نفس الكلام بطبق على الكم التاني، بحيث ان انا افصله برضو عن بعض علشان هو قريب من لون الباك جراوند بتاعتي، فلازم ان انا افصلهم عن بعض. مش لازم بقى ان انا اخد التصميم كله واقعد اعمل له سيلكت وفي الاخر اروح ماسح وتيجي غلطة مني، حد يهز ايدي كانسل اتاكي غلط فيروح اطير عيد من اول جديد، لا، فيتبقى معايا العنصر صافي زي ما انا عايز. نعمل ديليت كده، انا عندي العنصر بتاعي بقى جاهز ان انا استخدمه، او ممكن ان انا اشتغل على العنصر نفسه ده بره. طبعا بشيل القفل من عليه وبروح انا مجهزه جاه يعني على طول، بتكي شيفت تمام بحيث ان اشيل اي حاجه. طبعا هنا بتحرك الصوره، فلازم ان انا يا اما اعمل ديليت للي حواليه او ان انا اعمل شيفت كنترول شيفت اي. كنترول شيفت اي يخليني امسك العنصر لوحده واحركه على طول جاهز، كنترول شيفت اي يخليني امسك العنصر بعد ما اعمله سيلكت وانقله، بعد كده اعمل له كنترول تي وانا اعمل له سكيل ان انا اقلل حجمه. طبعا لما اجي انا بشتغل بظبط النسبه والتناسب بتاعتي، بحاول ان انا بتبقى قريبه جدا. يعني مثلا خصوصا لو اشخاص، ما ينفعش اعمل واحد وشه تخين ووشه عريض والكلام ده كله، فدايما انت تحدد عن طريق الوش تمام. يعني مثلا كده اهو انا جيت اخدت ده بشوف هل هو كده قريبين مش بعض. طب واحد رجله كبيرة واحد رجله صغيرة ليه؟ طبعا ده عشان مقدم رجله تمام، فصعب ان انا هعمل حاجة فكأنه قدام. فاذا لما اجي اظبطها لازم تبقى الرجل اللي ورا مع الرجل الامامية للتاني عشان دولت نفس الحجم. حاول ان انا اظبط النسبة والتناسب بتاعتي تمام، واقعد اجرب اشوف ايه البعد المناسب اللي ممكن يخدمني في التصميم تمام. وادي مثلا لون، مثلا اجرب الاداة اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، يعني اعمل ظل كده تمام. لا كده مش هتبقى حلوة، نغير دي نجربها كده، لا برضو ممكن نعملها بطريقة تانية، او يعني خلينا على دي دلوقتي طبعا احنا بنحاول، انا يعني بديك مثال، انا بحاول ان احنا نلاقي حاجة معاه. لو عايز نضيف تكست
او خط محدد باجي بستخدمه. طبعا هنا الكلام عندي كبير، لما يكون الكلام كبير بيعمل لي ازمه في ايه، لان انا لو مش عامل بوكس كبير زي ما انتم شايفين انا مش عارف اطوب بايدي الكلام، اضطر ان انا اروح اخد حاجه حاجه واروح مصغرها مش عارف ايه والكلام ده كله، تمام، عشان اقدر اخلي الخط كله حاجه واحده. وطبعا دي مملة وبتأخرك وما تنفعش، تمام، زي ما انت شايف. بص في فرق كبير جدا، فدوت بيخليني بعد كده ان انا بروح من الاول بحدد التكست بتاعي حجمه بحيث ان هو يبقى سهل عليا اقدر اتحكم فيه. طبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا في ان انت تغيب في حاجة زي كده، تمام. فنبتدي مثلا اهو بعمل، هو بيديك نموذج تجرب فيه اصلا، تمام. فانا كده الخط ده بالنسبه لي كده خلاص، كده انا اقدر ان انا اعدل بقى لو انا اخد حاجه كوبي بيست ان انا اقدر اعدلها، تمام. عايز احطه في الوسط عادي. الناس اللي بتستخدم وورد واكسل والحاجات دي عارفه، هتعرف ازاي تستخدم الادوات دي طبعا، تمام. وبحدد لها مكان، خلاص انا بختار الفونت وبختار المكان. انا بعمل مثلا بقول لك فكره ايه، بوستر بسيط او اعلان بسيط بقدر ازاي ان انا استخدمه يعني، تمام. فانا ممكن اغير الخط بتاعي، ممكن اخلي جمله خط نوع خط والجمله التانية نوع تاني عادي، ممكن يبقى جمله اكبر من جمله زي اللي بنشوفها في الافيش، تمام. خط دوت حلو، خلاص ممكن نعمل الاتنين نفس الخط، بتك على فيفوريت بحيث ان انا احتفظ بالخط ده لو عجبني وبسيبه، بدي شوية خصائص للخط لو انا حاببها، عايز يعني اوسطن الخط اللي في النص اللي طالع ده علشان يخلي نفس الخط في النص. طيب نيجي نخش مثلا نضيفله ظل، ظلنا كبير، لا نقلل شوية الحدة بتاعته، نقلل الكثافة، نقلل الانتشار بتاع الظل، نغير الزاوية، تمام، ممكن نزود سنة بسيطة بحيث شكله مميز. طبعا ده معتمد على مكان الظل بتاعي يعني، تمام. يعني السايز ده تجرب انت كده لحد ما ايه ما تظبط افضل حاجة مريحة لعينك، ما دام عينك ارتاحت لها خلاص. وطبعا لازم زاد التغذية البصرية، يعني انت التغذية البصرية دي رقم واحد، لازم تشوف حاجات كتير جدا. فدي 3 عناصر، دي 3 عناصر انا محتاجهم. فكده خلاص انا رتبتهم وغيرت ظبطت الباك جراوند، ابتدي بقى ان انا اشوف افضل شكل مريح للتصميم. لو بعتهم لا في فجوة كبيرة في النص فهيبقى شكله مش حلو، ودوت هيبقى غلط، ده هيبقى ضد مبدأ التقارب بتاعنا، يعني دولت نفس الشخص، تمام. طيب جيت هنا اهوت مثلا حطيت ده، لا نقلته خليته تحتيه، لا كده انا ضد النسبة والتناسب، انا كده برتب عناصر عشوائي. ليه؟ لان دوت حجمه اصغر من ده. طيب تعالى كده لو حطينا العكس، بص هنا على الاقل مهضومة شوية، بس طبعا هنا علشان رجل قدام لا نطلعه قدام شوية بحيث ان رجل الشخص التاني مع الرجل الاولاني الصغيرة دي تبقى كأنهم واقفين ورا بعض فعلا، تمام، ان هو مقرب، هو مقرب رجله زي الصورة يعني. انت تجرب نفس الصورة دي تصورها انت وصاحبك، واحد يرقص باليه وواحد يلعب بوكسنج ويتحرك اللي هو هتلاقيه يعني. طبعا لما تيجي هنا تيجي تضيف له ظل شكله مش حلو، فانت هتعتمد على الظل بتاع الصورة وخلاص، او ان انت هتضيف له ظل بطريقة تانية هبقى اقول لك عليها بعدين، تمام. كده احنا خلصنا التصميم ده بصورة سريعة جدا، حاجة سيمبل جدا علشان خاطر الناس تبقى فاهمة ازاي تستخدم الادوات اللي احنا راجعنا عليها. والتصميم اللي جاي ان شاء الله، الفيديو اللي جاي هنشرح اعلان خاص بمجال الملابس مثلا، ازاي ان احنا نعمل شغل نرتبه بالمبادئ اللي احنا درسناها. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله انتظرونا في الفيديو الجاي. وطبعا هكرر عليكم نفس الكلام، لو محتاجين اي حاجة تواصلوا معايا، لو في اي معلومة، لو في حاجة معينة عايزين تتعلموها تحت أمركم في أي وقت. وإن شاء الله استنى مشاهدة الفيديو المرة الجاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.